يعني بعين الدبلوماسي، لو طلبت من حضرتك كده يعني رؤية بانورامية لما بتتأمل الأحداث اللي انفجرت من 7 أكتوبر حتى الآن، حديث عن اتفاقات، عن هدنة ولا تكتمل، تصريحات متبادلة من الأطراف المختلفة المتورطة بشكل مباشر في الحرب، الأطراف الأخرى وجهودها، لو لخصتها في مشهد كده تقول عليها إيه هذه الحرب؟ يعني هو مشهد الحديد والنار دكتور محمد، اللي هو الحديد والنار. الحديد والنار يعني أنا بتابع طبعا، أنا متابعتي للتطورات المأساوية في المنطقة وفي غزة وفي الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر لا تنفصل عن ما قبل 7 أكتوبر. صحيح، لأنه أنا من الناحية الدبلوماسية لا أستطيع أن أحلل ما شاهدناه منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة دون وضعه في سياقه العام، دون وضعه في سياقه التاريخي وسياقه الاستراتيجي. تمام، صحيح. فمنذ 7 أكتوبر وكلنا طبعا تابعنا بقلق شديد وبحزن على ما يحدث في غزة وفي الأراضي المحتلة، ثم المواجهة العسكرية المحدودة المنضبطة بين مزدوجتين بين إسرائيل وإيران. دي كلها حضرتك بالنسبة لي إحنا أمام مشهد الحديد والنار. والدول عندما تلجأ إلى الحديد والنار هي لا تلجأ إليه من أجل لذاته، هي بتلجأ إليه لتحقيق أهداف بعيدة المدى. وهذا ما نراه الآن، الأحداث في قطاع غزة وفي الضفة وفي المنطقة برمتها تجاوزت 7 أكتوبر. يعني تجاوزت الحدث، تجاوزت الحدث، نحن 7 أكتوبر وراءنا. أما ما نشهده الآن، ما نشهده الآن هو إعادة صياغة الخريطة الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط. ده أول شيء. تاني شيء إنه أما في 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 هذا الإطار دائما نحن نقول أين مصر؟ بالضبط. وهذه التغيرات عميقة الأثر بعيدة المدى هتأثر إزاي على مصر؟ على مصر. ومصر إزاي هتتجاوب معها في حدود عناصر القوة المصرية.